الله يرضي عليك اوليدي، المشعل اللي قادك الروايديو ودير لي قال لي دعاه ديال لي ميفين. ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي، يا كنت يا ريت يا الدنيا ما بحال ريح. فيه بويا فيه جدي خواني وعمامي، هذا تاريخ ما فيه قدوب تاريخ صحيح. الفلوس هما اللي كيحمروا الوجه، الفلوس هما اللي يحمروا الوجه وكيكحلوا الوجه ويطولوا الواحد ويقصروا. كيفاش تيحمروا الوجه؟ يحمروا الوجه الا كان واحد جيبو عامر. يا جمال يا ويد عوشوكي المغرب، يا جمال يا وشو عاطر وهجدر، يا جمال يا وكرش حرشوكي الخنشة، يا جمال يا وشو عاطر وهجدر، يا جمال يا وراس وحمر كي المزمر، شوم قلتي لي بنادم الا فات الربعين اياه وما دارش طامو الدنيا ما دار فلوس عندك اسيدي ملي تلخطي الثلاثين الا بدات تجي الدنيا راك غتربحك. الا فتي الربعين وقليتي في 45 وتخطي الخمسين اتقبل وحط المصحاف وحلف بانه ولا عمر ريال ما يدور عندك، الزلط راه عمرو ما يحجز عليك. يقولوا لي شريفه دوارنا شحال زين فيه البولات شاعلين، واش نتوما اللي شاعلين ولا البولات؟ يلا قال لك لي مكرم عياله وما زيقين خياله وخلى الدين يتسالو، لا تحس بيه ماله واخا تكون كاع الدنيا ديالو. قلت لي هذا اللي دار راسه مالوش خاصو؟ خاصو يشرب رابعه ديال الكربون يفوتوا الحال. رابعه ديال الكربون يفوتوا الحال، يتفرقع عليه راسه ما يبقاش عارف. قالوا هالجود يجودوا وهالمروه ونداو، وفي عهد النبي بخرام الاولين خلاوها التاليين وصيه الرعاون القدوس السيد بودريس حيت قال لك الغنم تيستروها ولادها والغابه تيستروها ولادها والقبيله تيستروها جوادها. اش يعجبك في الغنم؟ ياك كانوا ديال الولاد. واش يعجبك في الغابه؟ ياك كانوا ديال العواد. واش يعجبك في القبيله؟ ياك كانوا ديال الجواد. اللي عنده 100 عرض بعيد على الزلاط كي الحسيره مع الارض. واش الارض بعيد على الحسيره؟ لا قريب لي يا ودي. واه فوق مول 100 عرض. الله الله هذه هي الهوى انت في راسها الواكله ولادها في كرشه. محمد عطير يجي وسيره وليدي الله يفاجئ لك. امين. والسيفه زينه. امين. والخيال زين. امين. وهادو اللي تشوقوا فيهم الدوال بغيت يكونوا عندك طاب الماصه يا ربي. امين. واي وبغيت نهار الخايب وتكون غايب، والنهار الفالس وتكون ناعس، وما تهز دين وما تمع مساجين بجاه الله والناس تخاف الله. يا ربي بغيت تكون وارد في مارس. يا ربي امين. العين اللي شافتك ترضيك. يا ربي امين. الجمع اللي كنت فيه تحمر فيه الوجه. يا ربي امين. كلمتك ما تطيحش. امين. دايز. امين. فايز. امين. سيري وليدي انا بغيتك يا الصبح انت واحد ما يدعي واحد. يا ربي. تريكتك تاكل غلتها. وبغينا لي القبول في الممشى. عمالين الخيل صحاب الصباط صحاب البارود. خيمة كبيرة ديما راها معروفة بالجوار. هذا لما جينا شي راه موالي الشفنج يتفقوا علينا يقول لك تهم الغن لم الغادين بيع الشفنج. انا الوليد فالت لك على الكربون. حتى الكربون ضايقينو. دوار عاجبنا نبقاو في الدوار. ريحة الدوار. بو حسن. نعم. هذا الدوار اللي فيه حنا سميتو. سيدي شيكر. سيدي شيكر. سيدي شيكر. شكون جيرانكم؟ جيراننا الحجاج زيد ولاد سعيد اه ولاد كروم زيد ولاد يعيش زيد دوار جديد زيد هديل. هادو كلهم هما جيرانكم. اييه واخا. وشكون اللي قريبه لكم؟ الشيشاوه ولا الشمعيه؟ الشيشاوه. شحال كاينه من كلمات؟ 25. 25 كولونيل. فايت ماشي على رجلك؟ اي تعيش بصح نيت. اييه. مراكش ماشي على رجلك؟ مشيت. تا هي ماشي على رجلك؟ ماشيك ليل ونهار. واسفي؟ لا تركب. ها مشيت راكب. ومراكش شحال درتي تاع الوقت؟ تعشينا وزدنا. هي صبحتو تم؟ لا بالبهيمه صبح نسوي زيد زوين. صبحتو في زيد زوين؟ زيد زوين. زيد افطرنا وزدنا. تاني عاد خلطتو؟ المغرب جاب لنا لمراكش. المغرب لحقتو لمراكش؟ المغرب هذا بقيته ولا شويه. وانت راكب على بغال ولا حمار ولا شنو؟ وانا على رجلي. وشكون اللي راكب على البعين؟ واحد المره مرت عمي. وانت سايق بيها؟ انا سايق بيها. وفين باتوا؟ في خلاوات ولا فين؟ لا بتنا مشينا ما نعسناش
الطريق ما نعسناش وما خايفش تاع اكسع ما خايفش مناش ولد خاف من الله تبارك وتعالى ولا القطاط هي ما كاينينش لا اكسع الدنيا هانيه ها وهذه ديال شيشاوات هي ماشي لرجلك عييش منها كرك جيريه وحده ويلي ها ويلي وما كاين خيك طلع لنا على وقول يلا ما كاين الصحة كانت صحيح كان في الخشب على القمح ما نوقفش بيها نطلع الكمايو بيها كنت صح من ظالم انت تخرفوا هو الصحة ما تدومش الوليد لا هيا نزعج منها في هذوك كان باتوا في الماء ونضلوا في المشادين الماء ساقية وقتلتنا البرودة ما صديتوش من الماء ها ما صديتوش وبحال صدينا دلنا الجلفة ولا الجلدة تاع توسخ فيك تدعوم الوليد في القلتة عاف القلتة في القلتة كاين شي حكان ولا كاين لا شكون هو يحك لي والو تشغل الدار تاعي وخرج تخرجوا شبعانين غيس ما كاين اللي يحتل يعني قامة كيخرجوها بزز يعوموا عليه يخرجوه انا مشات صرتني قلت احفظ الله كانت غد صورتك كنت مازلت ما نعرف نعومش ايه غادي في القلتة تغرزت فيها وهودتني وفي كاين هاد القلتة هنا في الواد عندنا باقا لدرك لا فين وكحت صافي فين القلتة ما كاينش اللي خرج عليها قدك تلقاو بعمل قلت مشرب تلقاو بعمل قلت مشرب ما قلت مشرب والو وتقول شمن فلاحة عندكم هنا في الدوار فلاحة كاين الزرع زيد كاين المشنا زيد كاين الفول زيد كاين الفصا وهادشي ديال لابوكا ما عندكمش لا ها لا والو دي سير ما كاينش والو اخطاكم القمح كاين زيتون الزيتون كاين كاين زيتون شكون عنده الارض كثيره وكل عنده جهله كل وشكون المغريط ها المغريط اللي دومالي شكون هذاك عمر ولد كبوره عمر ولد كبوره وي هو اللي شانع ما عنده الغنم الغنم كثيره حتى 400 ولا شي 400 ديال الغنم ايوم يجي تاع تحاولي واخا وشكون من غيره من غيره مايان 60 ناس كي كانت الفلوس بكري ها فلوس بكري كي كانت الفلوس بكري كانوا الصولد صولدي الصولد الاحمر والعشر يجوه والقش والرباعيه شنو الصولدي صولدي 5 صولدي في القش والقرش شحال القش فيه 5 صولدي زيد واربعة تقولوا شنو الفرانك زيد وخمسة فرنكات بالريال ما توصل للريال تضعتش وتضعتش ما توصل للريال وإيه كيجروا العيش وحطوا الطبق والعيش كيقشوا السولدي ثلاثة سولدي قش الباعية عادي وصلوا الريال وفين هو الريال يقيشوا اللي علقوا لحق الماء كيفاش الريال وما يقيشوا في الطبق غادي علقوا لحق الماء ما يلوحوا الا اللي واصلين عروقوا الماء وي زعما تاري غليظ على راسه شويه اللي مندي هو اللي كيكون وي محلق شويه عرقان بوحسن نعم واحد راه سولته قلت لي كي كانوا الفلوس بكري قال لي في كانت شي فلوس راه المغرب كله كانت في عال فرنك لا انا شريت قلب جريت كيفاش القلب جريت قلب ديال السكر تاع 2 كيلو والقلب تاع 5 كيلو كيقولوا لي عجل شريتو 5 دليل والبراد كان ها البراد كاين البريقات البرقان ما كانش البراد البراد غالي هو كبير شانو اللي لاباس عليه هو عنده البراد هو عنده البراد عندكم على البرقان البريقات زيد والوهتي كان ما كاين الكركب لا شربتيها ما تنعش زين ايه واوي ها لا وكاين هادشي تاع دروك رحمه سيدي ربي تخربوا والصينيه كانت كاين الصينيه كاين والكيسان كانوا عند الناس الكبار صافي وما نتوما اش كان عندكم عند الناس التراب وتكون فيها شي ميباش تكون فيها تي ميباش ميباش والو عندنا دوك المنطيل قاطع كنديروا فيهم الفتيله تاع الضو ونكبوا فيهم الزيت باش نضوا كاين شي بريقات لامبا زوين قاسو ولا حمينهم ودايرين فيهم فتيله تا هما نكبوا فيهم الغاز ويشعلوهم هادو هذا هو دورنا
وبكري قبل اللي يكون الغاز كانوا يشعل الشمع. ما كاينش هاك الساعه ما كاينش شمع. لا لا ما كاينش شمع. كانوا اللي كيشعلوا على العافيه فين والعواد باش يتعشاو. يشعلوا العواد باش يتعشاو. يقديو العواد. تقول لي انت شعل العافيه تتعشى خوك. شعل العافيه تتعشى خوك. دير الضو تتعشى خوك ويجي يتعشى لك ويجي يشعل ثاني تتعشى الاخر. الوليد بكري كانوا العيالات محجبات. اش محجبات لابسين غير الخلاله الكسي والخلاله. اش من حجاب حجاب عندهم. كان ما كاين حجاب. كان ثاني يطلع تبارك وتعالى المراه تضل سارحه وتقول الله على ظهرها وولدها في دير تقول الله انا كتافها وولدها بدارها. كانوا العيالات يخدموا بزاف يسرحوا يخدموا ويحشوا معاونين الراجل بزاف يقابلوا بزاف العيال كانوا كل عيال بحال تاع دروك. كانوا صحاحات صحاحات يهزوك دارهم وينيش انت وحامله حامله في كشوف دارها وتجري مع الراجل وتجري مع الراجل معاونه مكروده والو. شكون الوالد اللي كانت ما كتخرجش شي وحده كان دوك زيت زين كثير وكان راجله مخشبه. ما بالي عندنا حنا حتى واحد من الباليين كل شيء كان يخرج من بكري وكل شيء كان محطوب لابس الكسا ودير الخله لهنا والخله لهنا. ما كانش نقى بكري الوالد. لا ما كانش نقى والو 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 لا المراه ولا الرجل. الرجل لابس ونديه. وشحال عاد عاد تعوموا؟ شحال عاد تعوموا؟ وفي البلوده كاع ما يعوموا كاع الله يرحم الوالد. وغالكش غالب الشميم كتلقى با حسن تيوليو فيك جوج ويلي ما كان والو صحيح. ما كانش كان تمالا المراه بكري بو حسن اي باش تزين. وزين مسكين الشعور مهودي منها والشعور مهودي منها والرزيلة الفافة حاز براس المرأة بكري في العرس كي تكون وكت تكتب وجهها زي والشواك زي والحرقوس زي والعكر. العكر ما كانش كان قليل اللي عندها مطيليات. كانوا مطيليات المطلية ديال العكر. المطلية ديال العكر ديال هكاك تشدات مسحة حطويجين صغيور شويه صافي صافي غاد كيبوا على العطاره كتشريو فيها داكشي طياب. باش كانوا يطيبوا بكري العواد 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 والبريم البريم ديال البهيم البريم ديال البهيم والخباز وهذيك اللي ديال البقر شنو هي اللي كيكونوا ملاصقين في الحيط خضار. الخضار الخضار باش يطيبوا يكرم يبس هذا كيطيبوا به الغداء ولا يطيبوا به الخبز؟ كيديروا بعد ما يديروا الخباز هو الفقيوس تاع الغنم. كيلكدوا الفقيوس تيبس وهرسوه ويديروا الخباز تيهبه ويرموا الخبز. كيجي زين اصاحبي. البريم ثاني تحت فرح كان يقول فرح كيديروا يطيبوا فيه الخبز فرح. هذاك الفران اللي عدو جهه عجيها كيقولوا لي بوجيها بوجيها هذاك كيفاش يتصاوب؟ ها؟ كيفاش كيفاش ما يريبش؟ كيديروا تتصاوبوا؟ كيشدوا قرصوا مزير هذاك البريم والوقيد وكل شيء توقف ويملسوا عليه يديروا بحال القربوس بحال القربوس يملسوا عليه زي يطلعوا بالتملاس ايه توقف ويخلوا تيبس ينشف ينشف زي يبس. وكيديروا لهذاك القربوس ديال التبن اللي كاين والمزير بحال بالدوزه صغيره مني كرم داكشي اش كيديروا تحي يشعلوا فيه العافيه او اي هبتهم يشعلوا فيه العافيه يهبتهم يبقى وحده الخباز يشرب ايه ووحده اخوه منها بالعافيه يكرم مزيان اياه واخوه اييه هالكلام وشدوا يجبدوه ويحيدوه ويعاودوا يديروا الفقيوس والبريم وهني يبدا يطيبوا. وشحال باش يتصاوب هذا نهار جوج باش من يبغوا يصوبوه كاع يفوت فيه ساعتين ولا ثلاثة. المرا حاطة التراب حداها والماء غتهز وتحط عليه تتملسو. هذا هو اللي حليتي في عينيك صافي ريحة الدوار. وباش كنتو تشعلوا العافية الوالد؟ بالوقيد الخضر كان كان والوقيد تاع الشمع صنيديق صغير تاع الشمع هذا عقلنا فيه حنا وتا حنا عقلنا من اولو وهني با التامي قال لك كنا نضربوا الحجر هذاك يعني ما عاد لقى الا كان في الخلا الا كان في الخلا ما لقى وقيد ما لقى حتى حاجه لقى شكون يضربها على اختها.
حجر ابيض اي وتشعل العافيه الا كان تبن تشعل ليه ما كان تبن ما شعلش ولا بدات تبن ايه وفاش غتشعل راه طير بحال الشاش يبقى يضرب تتشعل الوقيت كان الوقيت كان الوقيت كان تاع الشمع صغير بيض وهذاك تاع الضلف خضر كاين الابيض وكاين الخضر كاين ثاني الوقيت اللي ما يشعل غير على غير على هو ما يشعل على كل شيء على حاجه ولا بدا يشعل في هذاك الكاغط صافي في هذاك الكاغط صافي ديالو صافي صافي ما يشعلك على شي حاجه تقول بكري الوالد الناس كانوا يوقروا عباد الله ما الشيء الصغير يوقر الكبير حتى فين كاين الصغير قال العيل ما كاين الدور تجري الدوار عندنا هنا الزاويه كانوا يحسبوا فيها 30 واحد دوكا ولات 400 ما كانش بنادم ندور انا في الليل تاع العيال ما لقى حتى واحد ما كانش بنادم تقول مناش واش كان المرض كثير كيقبس عباد الله ولا شنو كان المرض وكان هذا كان الجفاف وكيموتوا الناس شنو قال المرض اللي كان هذيك الساعه هذاك التوفيس توفيس توفيس اش كان من غير التوفيس كان غير التوفيس والسخانه ولا ما يعرفوا الناس حتى حاجه ابو حمرون ابو حمرون والعوايه كاين بنادم كيبقى يكحو حتى يموت تيكمل هو بيه المعده وكيقولوا راه خبيت كيقول لك نهار تشعل نهار تنور قرنينه يموت يتورم لسان وما يعرفوا ما كاين لا طب لا والو يبقى على هاد العشوب وهادشي شنو قال الماكلات اللي كانوا بكري الماكلات ماكلة خيزو الدقيق أناري ويه خيزو الدقيق وحده ويرني لا يرني عارفينها ويني هذاك بركوكش بركوكش غالي يلقى هادو اللي ما عندهمش زرع ما كاين لا زرع لا باش نالي والو كيجي خيزو من زوج لا تيزوي كيجي 15 حمار ولا 20 حمار مع العشية الجمعة زين كاين اللي يسالي شي عين شوالي تاع تخيزو يديها يقصصها إذا تطيب ارمي عليها دقيق ويعصصك صافي يعصص قول يحط لهم خيك يضرب الناس اللي لاباس عليهم هذوك شويه عندهم ريحه الزرع حي ما يخرجوه كاع حتى هما عاد ياكلوا خيزو ناس دوزت التماره كثير اصاحبي التماره كثير وجوع كثير ويني اليوم اليوم حمدنا الله والنيه ما كايناش ها حمدنا الله ويني النيه ما كايناش ما كايناش الخير كاين ويني النية ما كاينش وانت فيك شي نية ولا والو سي بوحز اي نو بوحز بيه حكوك انت دير رجل هنا ورجل لي بيه حكوك الطاغوسي كيفاش القضية ديال البيبي هذاك شاطر وسكن في واحد الدوار اللي هو صرح مزيانة السمعة ديالته وقام برع الدوار كامل مشاهد واحد القزار قال لي يدير لي كيلو عبر لي كيلو كيلو ديال ايش؟ ديال اللحم ديال بيبي زين وهي تكون داخلة فيه واحد الركبة مع المرود فيه العظم فيه العظم ديك الركبة وصافي فيها شي وقية ولا ما كاملاش قول القزار عطاه علاش واقف هكاك خضر الشاطر معاه مزيان حيت هو القزار ما يدخل لي هذاك العظم قول هو حيت تشطر معاه مزيان بغا يتخلص منه بغا يدير لي بلانو بغا يدير لي بلانو اش دير لي؟ دخل لي هذاك العظم دار لي هذيك الركبه تم دار هذاك قرد المرود بحال كانيه ملي وصل الركبه قال لي زقا حيد هذيك الركبه والله ما حيد هذيك الركبه هذاك الحمل اللي ديته سيد قرد الحمل واحد ما تلا غايديه لي شاف تاع يا صرحه مزيانه ويقول لي ورينا لحد فين قطع قال لي قطع لحد هنا قطع هذيك الركبه لاحه عوضها ليه من الحمل ديال الصدر ويقول لي دخلنا لك بالله تامين قال لي من دوار فارس قال لي تم دوار فارس قال لي قال لي الله يقطع الزر هذا الموت اللي كتخير اللي دات فارس كان يدي 15 كيلو 20 وما يدخل كاع هذا القزار وانت كيلو نشفتينا عليه الله يشطب لك المراه قال لي الله يخلي هذا الموت اللي كدير الجواد وتخلي الرعاوي اللي دات الرجاله وخلات الرعاوي فارس اللي كان يدي 15 كيلو ما يدخلش وما يدخلش لعاد القزار كاع كيصيفط صاحبه صافي صافي سير جيب سقيطه ولا سير جيب نص تاع اللحم من عند السي احمد مثلا هذاك اللي الله يرحم الناس ومشاو الناس وبقاو على المواس دابا كان هذاك فارس الشباني وشكون خر كان في حمرت حتى هو عدو عصبه جاريه شنو كاين شكون كاين واحد في غود كان يقولوا ليه السي العربي بالهاشمي زين تا هو كان صرح مزيانه مثلا من الموسم للموسم ولا كان شي حفله ولا شي يكرم الناس ما كيذبحها من 20 حولي في الخباز والفوق في الخبابز
كيف افلت لي توا السارح؟ ما يكذب لي الكذاب اللي حضاريه، واخا السارح واخا الغماس اللي جاي ياكل ودي في قبو الشوا. وشكون خر؟ لا خر راجل اللي هو كان فن وكان يموت على حمار بحالك صراحه مزيانه، هو الحاج بن زوينه. بن زوينه؟ بن زوينه. واش هذا كان دو مالي ولا شنو؟ لا كان راجل فيه الحراره وفيه السم ديال البلاد كيبغي يهز بها. ملي جا هنا في 88 90 بداو ما كاينش بلاد حمر، وعرض على بن هيبه هذيك الساعه وزير الكهرباء، وجابوا العزيب عدو القياميم، وذبح لي 22 حولي، الرؤساء 10 جابوا حولي لواحد 10، هو ذبح 12، 54 طوموبيل اللي تغدات. الوقت باش تغدات هو يوعد بن هيبه شد ليه بالصبعو الكبير، قال لي نحمد الله ونشكر السي بن هيبه ملي جيتي عندنا اليوم وجيتي زرتي حمر، وقالوا ساداتنا الاولين وزير الكهرباء عبدي والنائب البرنامج الحمري، واليوم حمر راه ما فيهاش خشبه وحده ديال الضو. قال لي طلق لي رجلي غادي نصبي الضو وانا غادي نجيبو لك. قال لي والله ما طلق لا ما عدتيني. هو يعطيه سبعه بحال كان يعطيه له. داز الوقت قلت لك واحد الشهر ولا ما كانش ولا شهرين كاع. اييه. وجا الضو دخل. صافي. صافي ما كان عاد النار قداش. امر تعمل. كواتي تسويت. بن زوينه رجعها زوينه. رجعها زوينه. بن زوينه فال ويسم. فال ويسم. اي فال ويسم بن زوينه. واش هو حمري ولا شنو؟ لا هو حمري من طيامين. هاكاك من طيامين. من طيامين. حمري اصيلي. ما كاينش المزاح. رجل من داكشي اللي دير في دراعك. الله يرحمه مسيكي. امين الله يوسع عليه وجماعة المسلمين. كريم نعم. واش تاتوما عندكم الخيال عندكم تاتوما الغوص؟ اييه. بحالاش؟ بحالاش بحال الطلبات احنا بحال الحداده بحال. وريني اشنو كلامكم انتوما الغوص ديالكم شنو؟ بحال بغيت تقول شي واحد شد العودر وكذا غتغمزو كاع. غتغمز كاع؟ غتغمزو. وريني الا بغيتي تهضر اش تقول؟ بغيت تقول شد العود هذا. شد عود. شد لجامك. شد عودك. شد عوجك. شد عودك. شد عودك. زيد وشنو اخر؟ كاين الكلام اللي فاهمينو عندكم. كاين اللي كيقول ربط العود تربط عودك ربطها. زيد كيقول هذوك انا بزاف ربط العود. ايه وانتم حمار اش تقولوا؟ شد 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 عودك كمش عود في غادي. والفوق حتى هما هذوك الطلبات هما عندهم كلامهم وحده حتى هما كيغوصهم وحده حتى هما كيفهموا بعضياتهم. ها وكلامهم يفهموها وحدهم. هما داكشي في القران عندهم هما يا ماشي. ها داكشي عندهم في القران. بحالاش
بحال مثلا ملي يقول الطالب يكون شي واحد سيد يقول لي والما شنو هي زعما والما زعما سكت والما سكت الا بغى يسكت يقول له والما والما هذا كيفهمها صافي ويضرب الطم حيت وراها وسكت سكت حيت وراها سكت سكت كيفاش قلتي الا تمشي شي طالب اخر وهذاك عارفه ولا ما عارفوش كيقول لي ضعوفه يعني هذا راه ضعوفه ضعوفه كيفاش زعما ضعوفه ضعوفه من وراها الطالب والمطلوب هاكاك زعما هذا راه طالب طالب بلا ما يقول لي طالب كيقول لي هذا راه ضعوفه ضعوفه ويلا بغى يقول لي هذا راه كذاب كيقول لي بيدامين هذا كذاب كيقول لي هذا بيدامين هذا راه بيدامين كيفاش زعما بيدامين هذيك جاء على قميصي بيدامين كاذب بيدامين كاذب سورة يوسف كيبهدلوك بلا ما بلا ما تحس ولا شي واحد تا هو عاد تدخل قمقومه في شي حاجه كيقول لي واد لا بدلويه صافي زعما ود للبير صافي صافي كلامهم فاهمينو على راسهم طلبته هما كيعرفوا بعضياتهم ولا كانت القضيه اش كيقولوا بان لي شي حاجه ما هيش شي غدا قليل ولا شي ما تهلاش فيهم كيقول لي اللباسه محذوفه اللباسه محذوفه زعما ما لاق شي ما كان ما يدار اطم على مفك وين لك واحد النمره ريحه الدوار شكون الوالد اللي كان ضد الاستعمار هنا بكري شكون اللي ضد الاستعمار هنا شكون الاستعمار ايه وشكون ما يكون ضد الاستعمار في الاول الناس ديال الوطن والوطن راه انا وثاني الوطن هي هادوك نعم الوطن كيفاش شكون اللي كان كان وكانت قاع يبضل نفست قاع واني شكون اللي كان شانع هنا في قبيلة اه كان واحد هنا في ولاد إبراهيم كان هنا في واحد ولاد إبراهيم شكان يدير غاي يسمش يقول حيا الملك حيا الملك وش هدورك صافي صافي حيا الملك عادك مش عادك واش حتى واحد ما قد يقعد بالنار حتى النهار فاش ويجي سيدنا كيفاش قلت لي السي احمد على القيد بالكوش القيد بالكوش من جاء الملك عذر القيد بالكوش هذا محمد الخامس محمد الخامس الزربيه على الزربيه 12 كيلومتر منين من شانت المهوداتي اللي جا من مراكش مهوداتي زيد الزربيه على الزربيه تل درب الكوش تل الزاويه ديال الخنوفه زيد جاو الخيل العود على العود 12 كيلومتر من هيك ومن هيك ما كاين احمر ما كاين عبدو احمر عبدو احمر زيد من دخل سيد محمد الخامس على القيد جمعوا بحال كايا وجابوا الطبله وداروا اتاي سيد محمد الخامس قال لي الطبله جيده جيده زيد هي الصينيه ديال النحاس ذهب شنو ذهب 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 بالمير هذا كل شيء راكم برعينه ودي احمر زيد مني لقيت بالكوش ايه شاف الملك عجباته الصينيه زيد هداها ليه دارها ليه في الكوف قام مساق خوات زيد نهار الاخر قيد بالكوش مشعد البوسوني البوسوني زيد قالوا دي الطبل اللي عطيتيني رانا هديتها هديتها للملك هديناها للملك هديناها للشريف زيد قال لي بغيتي شي عجيب مخير نعطيها ليك في بلاصتها في بلاصتها زيد قال ليها البوسوني البوسوني انا بغيت تبقى عشان عف حمر انا بغيت عشان عف حمر هي خلاصة ما بغيت لا عزيب لا عزيب ولا سينية ولا سينية بغيت عشان عف في حمر تبقى شانعة شانعة في حمر يا عبد الرحيم وتبارك الله يا رجال احمر يا عبد الرحيم وغير ركبوا يا عبد الرحيم وغير ركبوا يا عبد الرحيم
التامي قال كيفاش قلتي لي الدنيا بني تسيفت مرازينه؟ تسيفت مرازينه جات عن الشارح قالت لي بغينا ناخذك زيد؟ قال لي ما عنديش، قالت لي سير جيب سرحتك ناخذك. مشى عند الكساب قال لي تعطيني خروف وديني في الإزهار راني غن ناخذ واحد البنت خليتها جميله جميله جميله، قال لي نشوفها ونعطيك اللي بغيتي. زيد بعد شافها فاق وداك الزين اللي فيها هذا الكساب. الكساب ولا واقيلا باغاها هو نيت ولا هو بغاها، قال لي ها تخدم لي انا ما تخدمش لك انت. قالت لي هي انت دابا عشارح غدا يجري عليك من صلاح خصنا ما ناكلو، قال لي الكساب مول المال. ارا ناخذ الكساب، ناخذ الكساب مول المال. السويرح مشى عند الله، السويرح مشى داعيها هناك سبقوا عند العدول. قال لي ودي اللي عندك السارح ما تدير معه والو. ما تدير معه والو، هذه البنت راني خدت اللي بغيتي نعطيه لك. قال لي نشوفها ونطيح لك الشغط. بعد شافها فاق قال لي تخدم لي انا ما تخدمش لك انت. هذا العدول، العدول اطرش الكساب اطرش والسارح اطرش التسويرح مسيكي وزرع عليهم زيد. قال لي تخدم لي انا ما تخدمش لك انت. هذا الكساب اش داير؟ هذا الكساب تداعي للوزير. ها زيد هذا كلمتو عزيزة سبقت هذا الوزير. العدول هذا، العدول إلا يجي عندك مول الدنيا الكساب ما تدير معه والو، ما تدير معه والو. هذيك البنت راني خطها، قال لي نشوفها شافها فحق. هذا الوزير تاهو الوزير ما تلاش عنده العقل كاع، مشى ترفع لي العقل ديالو. الوزير ما بقاش يشوف سبعة الأحمر. ما تيشوفش، مشاو داعين عند الحاكم. مشى العدول يدعي عند الحاكم، مشى داعي عند الحاكم زيد. الحاكم تاني قال لي نشوفها باش نحكم لكم. شافها فها ما تلاش عنده العقل تا هو مسكين. قال لي بغيت انا ما تاخذهاش انت، تخاصم على السرح والكساب والعدول والعدول والوزير والوزير ومول الدنيا والحاكم والحاكم زيد. وقالت لي مهداو انا غنزيد لي شدني يديني، انا غنجري ولي لقطني يديني. ديني السارح يجري، السارح يجري والكساب يجري، والكساب يجري والعدول يجري، والعدول يجري والوزير يجري، والوزير يجري والحاكم يجري. كل شيء ما كاين عجري، ما كان عجري. ولقطوها ولا لا؟ لا ما لقطوهاش. واش غادي يجرو تطاحوا في حفره تسيو على وجوههم. تسيو على وجوههم، رجعت ليهم بعد شافتهم طاحوا في ديك الحفره قالت لي هاد الحفيره صغيره طحتوا فيها وقبال منكم طاحوا فهرتي كبر من هذا. الدنيا صعيبي ما تامنش فيها والو، ما تامن فيها ساعة الا روب. وانت علاش ما دخلتيش راسك التامي تتا وقلتي باغي هاد المرأة سديدة الحسون؟ وكون كل اللي قالها ويشدها كنت سبقتيني انت الاول. الله يرحم الوالدين. ايه ويني راك سيبانيت داك الجيل اللي فيها ما غتلق عليا. الدنيا ما فيها ثقة صاحبي. وفينا الثقة؟ الدنيا كتلعب بكل واحد والو والو، لعبة بالمرأة وبالراجل وبكل شيء. كتبقى غادي 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 حتى النهار يهزوك صافي صافي، يهزوك أربعة أربعة تقيل صاحبي، تقيل من يهزوك أربعة. أيه. كيفاش قلتي لي أبو حسن؟ مات واحد السيد زيد. قال لي يا ودي شكون هذاك اللي مات ضاع اليوم؟ قال لي فلان زيد. يومين ثلاث ايام مات الاخر زيد. قال لي شكون هذا؟ قال لي فلان. نهار الثالث مات الاخر. قال لي شكون هذا؟ قال لي فلان. نهار الرابع واحد اخر ثاني مات. قال لي شكون هذا؟ قال لي فلان. هالكلام ياه ما كاين عا شكون هذاك شكون هذاك. تنولي انا هو هذاك. هيد بالك اصاحبي سير ولي. شكون هذاك شكون هذاك؟ تنولي انا هو هذاك. ما نمشيوش انا وياك لاسبانيا نغبروا تتفوت هاد الموت. فين ما مشيتي تسود؟ الله يرحم الوالدين. فين ما مشيتي صاحبي قبلك؟ خايبه يا بو حسن. شكون اللي فيه الزطوير في في في, في الحيوان؟ الحراميه قاري القنفود. هاو قاري 120 هو صغيور؟ وي واش كعور؟ يتكعور؟ يتكعور. كيفاش يتكعور؟ يتقل بحال هكا الكره. هالكلام ايه ما يقد عليه حد. تقول الكبار وما يقدوش عليه. الحراميه تاعته ما كايناش في المغرب زيد. واخا
جدي بقى لي نتركو في الحرس. قال يا ودي نتركو في الحرس، انا واحد راجل مسكين وما نحمل الدين. انا واحد راجل مسكين وما عزيز عليا الدين. دين يبقاو يتسالوني الناس. يتسالوني الناس. قال لي تناك، قلت انا راجل مسكين، راه البارح جاني واحد السيد قال لي سلح لي الغنم، ولا عرفت مني انا غنسلح الغنم ولدي ساح خلفان. هذا الديب. ديب. قال لي راه قال لي واحد خينا سرح لي الغنم. اييه. انا غنقابل نعاج. عرفت مني. إلا كانت بالمعقول. انا نسرح الغنم. انا نسرح الغنم. ولدي سلح الخلفان. هالكلام. وصل حتى البهايم إلا قابل الديب. الغنم الديب بدا يطحن في الغنم. زيد ولدو ما يصحب خلفان. أبقى السارح هو وعصاته. أبقى السارح جاء الصباح تقنفود. زيد قال يا جلسي تبطويقة ما بقات. تا تبطويقة ما بقات. شنية بطويقة؟ نعجة. والو والو أتركتيها صافي. قال عصاتك زينة زعما سرحت السرحة ديالك زينة. اي سرحتك زينة. صلحت فيها الغلم. طفر من وراك. طفروا معك. اي زيد قال لي غادي نصبحوا نحرسوا. قال لي غنصرصك وحده. قال لي صير وزرع وعد كاع نتخلصوا. تخلص هذا القنفود. قال لي القنفود اياه صير من عندك ومني نجهزو هذيك الساعه نتخلصوا. زيد قال لي واخا ما كاين عيب. مسحرت جا الخير حصد درس جاب القاعه مشى القنفود. قال لي تعال نعبروا. ايوا جا القنفود لقى الديب جاي لفت الخيش. قال لي الخيش اش بغيتي؟ قال لي بغينا نعمرو. قال لي غنعمرو غبره ونعمرو بتراب ونعمرو كل شيء. قال لي واش غنديرو؟ قال لي نتسابقو اللي سبق يديها يدي كل شيء كاع. قال لي هذا الكلام ديب ديب معول على 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 القنفود ما غيقد على الجري الا يسبقو. هالكلام. قال لي هذا الكلام مزيانه على القنفود جريه وحده اللي سبق يدي كل شيء. اللي سبق يدي كل شيء. زيد قال انا مال عليه. هذا الديب. ديب قال انا مال غادي يربحوا. زيد القنفود تم غادي يصف ولادو واحد هنا واحد هنا واحد هنا تلعب البركه. غادي يزورك. غادي يزورك القنفود بقى ما يضرو في ولادو. ايه وبا مسعو في ساع. قال يالله حفظ الله جري ديب ناض القنفود تكلكم. ديب يجري في الملقى راعي لقى القنفود غادي بحادي ولاد القنفود. زيد بحادينو فيما في المصد فيما زاد يلقى حداه. يلقى القنفود حداه. يلقى القنفود هو يجري مسيكي. هو يجري. زيد يزيد الاخر يلقى حداه. يزيد الاخر يلقى حداه حق البركه. يلقى واحد يقول 18 سابقوا. قال لي شحال شعب القنفود؟ قال لي وما سبقتي شحال جريتي؟ قال لي القنفود انا جريت 130. قال لي انا جريت 110. قال لي وانا فايتك. تضرك هادشي بس ما كاين ما غاديش. قال لي ما هي؟ قال لي شري واحد الحوليه سمينه وندبحوها ونديروا الزرده ونتخالصوا. نتخالصوا هاك الساعه. مشى شرا واحد الحوليه ذبحوها علقوا السقيطه جايب العواد بغا يشوف الفواد. قال لي اش بغيتي؟ قال لي شوه. قال لي لا عندي واحد قدور نعمرهم بالشحمه ونخيرك. جاب له قدور عمرهم بالشحمه وحده عمرها وحده دار فيها خضار. وحده دار فيها الفواد. وحده دار فيها الخضار. الخضار ومغطيها الفوق بالشحمه. لا لا واحد صفيفه تاع الشحمه. عصفاقه. عصفاقه. زيد. قال لي تخيل ابو عمد ديب انا مخيرك. قال لي خلي لي هادي. هاديك. هاديك. زعما دار راسه مزطور. ايه. عايق. قال لي خلي لي هادي. ايه. قال لي عرفتي انا غنقول بسم الله. زيد. الديب قال لي انا غنضرب يدي وضربها في حي الشحيمه بقى الخضار. قاروت عملوا القنفود. عملوا القنفود هذاك حيت عارف راسو الفواد كاين. قال بسم الله. قال بسم الله. والاخر مسيكين هذاك بقى في يد الله. مشى يدو في التراب. مشى. قال لي انت مالك عندك الشحم؟ قال لي قلت بسم الله. هذاك مشى عند سخط الله. قال لي واخا شي باس ما كاين ما غاتضيعش ما غاتضيعش عندي. قال لي غنمشي واحد الزلزه. قال لي فين؟ قال واحد البحيره بحال حدها مولاها دلاح ومنونو كل كي غويتي. نعرقوها دار واحد الطويقه. مشاو القنفود سابقوا الديب سابعوا دخل القنفود تبعوا الديب. يا بالكو ياكلوا الديب القنفود كياكلوا الرز. يمشي عبر يمشي عبر الطاقه. الديب ما دافعش
دي بغاك ياكل مسيكي دي بغاك ياكل كي ياكل تورم تزنطرها تزنطرها وقف على خاطره قال آه عمدي القفارس قال شادك قال مول البحيرة جا مول البحيرة هز واحد الزلات كله مسامر أمشي يجلو والطاقة القنفوت خرج ديبقى قال القنفوت حيت كيعبر خرج تسل تسل خفيف عظام خفيف عظام ديب الديب حصلت صافي قال آه عمدي القفوت هالشي قال لي ما تخاف سير تسرح خلي الدبان يدخل يخرج صافي دير راسك ميت مول البحيرة غادي يشبر معاك غادي يشبر معاك وين يصبر دير راسك ميت دير راسك ميت اجمد اش جاب مول البحيرة عاوا في المسرح دبات زدت ايه قال لي وين راه ميت الدبان كيخرج يدخل وين تعب ونعس زين قال لي راه ميت شحطو قال لي ما فاقش قال لي راه ميت المصيبة هزو من ديرو قاسم الحيط غير بقى الديل فيدو بقى الطرف ديال الديل فيدو فيدو ديلو تقسم قال لي بلاتي بلاتي راك معروف ديلو تقطع تقطع زي قال لي راك معروف قال لي راك معروف هاي الشانطي وباقي عندي بلاتي زي تلاقينا طالب علي مع التعلم مع التعلم امالك عمدي قال لي وجاز لي القنفوز هذا لي وهذا لي وهاي اللي قال لي ما تعرف فيه والو انا غادي نعرف فيك انا غادي نفرجك فيه وجي تفرج سمعني تفرج يا تعلم خلطت على القنفوذ قال لي عمل القنفوذ قال لي تمشي معي واحد الزلزه قال لي واخا وزاد قدامه هي تابعه زاد قدامه هي تابعه بان لي قرمه ويستخر القنفوذ قال لي فقير فقير صلع معايا اش قال لي؟ قال لي فقير فقير صلع معايا صرفقني قال لي علاش؟ قال لي علاش؟ قال لي ما نتقدمش قدامك واش كاين شي واحد يتقدم قدام الفقيه؟ اي قال لي ما نتقدمش قدامك ما قاريش زيد جيب زاد هذاك طالب علي زاد المشية الأولى الثانية قالت لي يلا نادت معاه القرمة لا لا زعما لقاتو على رجليه قال لي عيط على يدي بتفرج حيت بغيت تشفى فيه وي قال لي عيط على يدي بتفرج دار لي القرمة دار لي القرمة قبل زيد قال لي اجا تجيب قال لي تاجل تعمل الفقيه قال لي جلت بعليك ما يخرجش راه يدي ما يخرج اي يدي ما يخرج ما يدوم على المعقول قال لي عمل قلفوني يلعب 120 واحد من غيري انايا زيد زادوا للثانيه زادوا للثانيه قلفوني ما كده دخل الدلو تربى الدلو هود الدلو بيه الثانيه هودت ليه اطاح لي القبع عندي اي جا عمل قلفوني زاوي انت ما كعيشي قال لي هود تبرد هود اش قال لي هود تبرد هود راه الا كانت عندك الشوم تم هنا راه البروده البروده قال لي شوف الوقت متلجا قال لي كي ندير تنهود قال لي دخل الدلو طلع في الدلو الاخر تاع هذاك دخل الدلو الحساني هذاك دخل فوقاني الثانيه هودت اه الاخر طالع والاخر هابط هذاك الاخر طلع هذاك هود قال لي انت شاد شي عم القنفود اش هاد الشي عم القنفود اش هاد الشي عم القنفود هاد الشي ماشي مقود قال لي هذيك الدنيا شي طالع شي مهود قال لي يا عم القنفود ماشي هاد الشيء علاش اتفقنا هاد الشيء ماشي مقود ماشي مقود قال لي القنفود هاد كي الدنيا شي طالع وشي مهود هاي اليوم قول لامي وش رجعوني هاي اليوم قول لامي وش رجعوني صويا الخيالة صفيه قايه من المهرز وكل من عقيد
وفو يا بنتو هايزا ما تاكل عيسى الخل يستركار والحربوس ومخ الكرفات يوش ليموناس من قاعدة الليس روش الوكيسان وبس الباتو والهواء داتو حيدا بيتم وليدا وانسالك ويا حمام الدار وشنا هي الهيسة في الدار والحرم باك صوتني عدون وخدو سني بالريال وتي شوية من الفرق بلاتي بلاتي لو تهلا عشي يا أخي بهدي العبار كافش أو الربا والطلبة والشاش هلاك وفي دي قلبي ايو قلبي طاح في كل فاق وما هيجري ما بغى يصفى ومن حبك يا القيدة عيشة تخرجي كيف القيد اللي خرج من البهجة والكرارة حيفا عليك تفر رسك ايها حسن واش المعقول حسن منه شي حاجه اخرى؟ لا كاينش ما كاينش كاينش ما حسن من المعقول قول ها قول كيعيش انا معقول يعيش وراس مال وراس مال بصح نيت او بصح ماهوش بحال الكذوب لا 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 واقف على ها الصح صح هو جيد هو جيد والكذوب حرام حرام مولا والو حرام الا كان قليل اي الا كان قليل بصح نيت حرامي لك كان قليل والرأس ما يدار مقلل كيفاش؟ الرأس ما يدار مقلل الرأس ما يدار مقلل كيفاش الرأس ما يدار مقلل؟ الرأس ما يدار مقلل شنو معناها؟ علاش كيفاش زعما؟ زعما والو الرأس خاوي الرأس إذا كان خاوي بحال العداوي نيت بحال العداوي داوي خاوي داوي خاوي بصح نيت صح واخا والشفار والشفار مدار مزية مدار مزية لأنه هو ولاده بصح نيت صح ولا بدأ يحصل ولا بدأ يحصل شحال قدو يجري شحال قدو يجري ولا بدأ يعيا اليوم طويلة ها واليوم طويلة والبغلة مشاية اللي ما عدو معقول ما عدو ما يقول ما عدو ما يقول ما عدو ما يقول بحال الديب كيفاش الديب نهار قالوا لي ولادو هادشي من جتيه قال وليدي نهار تشوفني ما جيت عرفني كنخلص مع الديب كيجيب كل ليله يجيب ولادو كل ليله كل ليله كل ليله الماكله الماكله والشراب والشراب واللبس واللبس مهلي فيهم 100% والفلوس موجوده ويلي ريح زيد قال لي ابو هادشي من كتجيبو قال وليدي نهار تشوفني ما جيت عرفني كنخلص النهار تشوفوني ما جيتش راني كنخلص عرفوني راني كنودي راني كنخلص زيد الليله الاخرى حصل لقطوه لقطوه زين شدو الديب ايه صرخوه اطلقوه وصرخوه بالعمود ولا وصرخوه لي الجلد حيدوه اناري ويه تركوه خلوه غير الهبره بقات على الهبره صافي زيد وطلقوه طلقوه الصباح منو الشمس صحيح البارح ما جاش ولادو صبحوا يتشوموا صبحوا ولادو يقلبوا عليه يقلبوا عليه المره شافته جايز قالت آه يا مول القفطان الحمر آه يا مول القفطان الحمر وما شتيش غياب من غيابنا ما شتي غياب من غيابنا آه يا مول الكسوة الحمراء وراجلك بقى في غير الهبرة آه يا الكسوة الحمراء وراجلك تلات فيها الهبرة الهبرة المعقول شحال زينة صعيبي إي معقول مين جا معقول فسخوه ويلي ليه داروا لي شغل الكوال معقول هذا قول واش داروا لي شغل الكوال وشغل الكوال إيه بقى فيها العربو كيفاش قلتي لي يا الوليد علاش كيقولوا حقه الواد قلت لك الارنب جات من المعيدر الارنب الارنب جات من المعيدر من المعيدر في كاين هذا المعيدر هذاك قد احداش قريب شي شاوي قال لي ما وقفت حتى الولاد ابراهيم ما وقفت حتى الواد ما وقفت حتى الولاد ابراهيم ما وقفت حتى الولاد ابراهيم بحال غادي نشم عيا قال لي الواد قال لي هي حقه الواد قال لي الواد قال لي حقه الواد عز الضيفوطي ويلي كيفاش القضيه ديال الكلب سين زي ولقى حاشاك القناة راقد في البيت وطالي بحلكة ديك الخلعة اللي دخل على الكلب دار لي بحلكة عضو عجرحو هذاك المقدم أنا وياه ما مزيانينش ما مقادينش مشى عالم بيا الخليفة صيفط ليا برا قال لي ادي الكلب الشماعية
لا يعود الجاهل يجهل الدوار كامل. الدوار كامل. وشديت انا واحد التله ودرته في هذيك الكبيره هذيك التله اللي كانوا يجيبوا فيها التمر هكا. زيد وغرست لي الخنشة من الفوق حطيته في الشنطة. خليتي لي عامين يتنفس؟ ما يتنفس كاع. كاع؟ كاع. بغيتي تجي فيه؟ لا ما يجي والو. غيجهل بصح حنيف. درت لي الخنشة كاملة. ايه. ايوا جا الكريسون قال لي شنو هذا؟ قلت لي تفاح. هو يتمطع لي الخنشة وزيد يطلق عليه الماء. قال لي انت مال هذا التفاح؟ قلت له راه مرطب. التفاح زير زيد طلع هو حط داكشي حط السله الفوق زيد هو تركبته او نركبنا زدنا الشماعيه وصلتوا للشماعيه لقيناها شكل القناه مخرج راسه من السله قال لي تشنو هذا قال لي طلع هو هذاك بغيت نزلو نزلو بغيت نزلو انا نزلو التفاح تسيف ولا كلب زيد طلعت نزلته قلت له تلعد الطبيب داري بحالك اللي هذا ما جالش ما جالش لا لا عديه قلت له دير واحد المقدم تعدى عليا راه هو اللي سخسخني هاد التخسيخ وانا ما حاجه الكلب وكي درتي ترجعتي ثاني وليت شريت لي واحد الخبزه ايه وتم جيبو اش 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 ثلاث محطات هاد الكركنه كتاع ابو حسين ايه وطلبت قلت له ولي دخلناك والله لما دير لي هاد القناه الخيمه هزني انا وهاد القانع راه جبتو تفاح راه بغيت نرجعو دابا هندي كيفاش هذاك القضيه ديال هذاك الطالب؟ الطالب سيدي كان ساكن حدا الجامع واحد خينا ساكن حدا الجامع زي وكيجيبوا لي الفطور واحد خينا حاج طالب ملي يجي الفطور ملي كيجي الفطور كيتم جاي كل نهار كل نهار هذيك النهار واحد خينا جاب ليه شي بوملوي وهذا الطالب حس بالسيد جاي باي داخل دار المساب كيدير في دوك الملويه دارهم على راسه ودار عليهم قب ودار قبو وتم زيت جاي من هنا وزيت جاي من هنا قال مالك هرقان قال ما كان اللي عرقني قدك انت والو والو كل نهار واقف عليا وكيفاش ديال هذاك اللي غي تضرب مع الحيط هذاك اللي وصلوا الميت ايه هذاك سيدي جوج طلبه جاو قال لك بغي شارطو وجاو لواحد الدوار بحال هذا باتوا عاد السيد كيما سحمد بحركه قالوا لي واحد السيد مات في الدوار شكون اللي غيغسلو بحال سحمد قال لهم راه كاين جوج طلبه قال لهم تغسلوك الميت قال لهم اياه هما ما عارفين والو ما عارفينش زين اداهم لواحد العشاء ايوا قال لي اش غنديرو قال لي هو كي غنديرو قال لي انت شدو وانا غنكب عليك الماء والماء طيب الماء طيب ها البارد ها السخون هذاك عمر الغراف من داك السخون من داك الطيب هذاك شاد الميت بحال هكا وقف عليه الماء هذاك حرقو في يدو وطلقو الميت طاح هذاك بغا يهرب ضربو واحد العود هنا على نيفو اي خرج على الجماعة مالك قال لي هذاك الميت عضني خرج نيفو مقرج نيفو مقرج كيفاش القضية ديال الكذوب أبا تامي قال لك وغا يشوف الكذوب فين غيلحق بغا يشوف الكذوب فين غيوصل فين غيوصل زيد جا عند مرتو قال لها بتي انا اليوم شت براسي بيضت بيضة زيد هي مشات لامها قالت لها راجلي بيضة اربعة البيضات زيد هي ثاني قالت لي خرجت على الجيران قالت لي راجل بنتي بيض عشر البيضات زيد وغادي حتى لحقت السلطان هي شحال وصلت؟ 100 بيضة زين عيط علي السلطان قال لي واش تبيت هذا البيض قال لي ودلي انا بغيت نشوف الكذوب فين غيلحق صافي اي قال لي انا جيت عند مرتي قلت لها بيضت بيضه هي لحقتك انت 100 بيضه الكذوب شحال يتزاد كيفاش هذاك اللي مات لي مرتو مات لي مرتو داوها للروضه دفنوها من بعد دفنوها كيصلوا عليها صلاه الجنازه كاين شي واحد في الصف بدا كيدعي معاها اش يقول؟ كيقول بأن والله ما بديلها دار خير من دارها وزوجا وزوجا خير من زوجها زي دار ناض الراجل من الصف طالع عليه هذاك تعرفه هو وياه علاش؟ على قال لي انا كي جيتك اللي بغى يجي واحد اخر خير مني انا يعني انا كي جيتك كيف صالح زي شويه او شويه هو يدور لبقيته هو بركت على بركت العقده خدامه ضرب عطيه الراجل بقات فيه واخا ميتة ما سخاش فيها راه المرأة ما كتخيب على رجل الساعات يروح والله يرحم الناس بقاو على المواس شاو الناس وبقاو على المواس بقاو على الجناوة ضرب صافي ما كاين عمك ومية
كيفاش القضيه ديال هذاك اللي الفقيه مسكين اللي ما عارف والو؟ الفقيه هذاك اللي شارط عليهم وهو ما قاريش زيد ساق الخبر لشي مرا ماتت في الدوار. مي اللي ماتت في الدوار ما هو ما عرف يغسل ما عرف حتى حاجه. هو يبا مشى رغم الدوار هذيك الليله مشى لدار ولا فين مشى سليت اي برات عليه الارض قلبوا عليه تعياو ما لقاوش والو وخلاو المراه 8 باتت حتى الصباح تيجي الصباح ملي جاوا بغا يغسلوها سولهم مدرا واش دفنت ولا باقه؟ قال لي لا راه باقه باقه تسناك راه ما لقينا اللي يغسلها زيد احصل مسيكي حصل ولا خاصو يصلي عليها هو اللي خاصو يصلي هو ما عارفش هو ما زرق تقول عافيت هي ما يعرف ليه وما عارف هو كي كت الصلاه ديال الميت كي دايره زيد وقف قدامهم هو يركع ملي يركع قالوا لي سي الفقيه سبحان الله نعم سي سبحان الله راه الصلاه ديال داك راه ماشي فيها الركوع قالوا لي ما كاينش الركوع قال لهم لا هذه راه بيته اي بيته خاصه الركوع اي بيته والله يمسخك اودي الطاغوت الله يمسخنا حنا وياك ترجعوا قروده ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ياك تساريت قاعد الدنيا ما بحالها ريح ياك تساريت قاعد الدنيا وما بحالها ريح فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي فيه خوالي وعمامي هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح مالين الخيل اصحاب الصربه اصحاب البارود خيام كبيره مازال معروفه بالجود ياك اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب مرحبا بيه هذا تقليد من جد لجد ما سمحنا فيه